ابن خلدون مقدمة is one of the most important historical works ever written. One إحدى the most important الأهم historical works الأعمال التاريخية الأهم. إذا المقدمة مشهور كتاب مشهور لدى ابن خلدون هو أحد عم بيقول الأعمال التاريخية الأهم ever written سبق كتابتها. The author المؤلف was born in Tunis. المؤلف ولد في تونس في تونس in 1332 CE في عام 1332 and was a high-ranking political figure. High-ranking يعني نحن نسميه طبقة عالية. Political سياسي. Figure يعني شخصية شخصية سياسية ذو مكانة عالية. أوكي عم نتكلم عن ابن خلدون إذا ولد في تونس في عام 1332 أوكي وهو كان شخصية سياسية ذو مكانة عالية. High ranking political figure. The work was groundbreaking. العمل كان واقعي. Groundbreaking يعني يلامس الواقع. And discussed وناقش many important theories نظريات هامة عديدة which are still relevant today التي لا تزال ذات صلة today إلى يومنا هذا إلى يومنا because of its complex content بسبب أقول بسبب مضمونه المعقد هذا الكتاب المقدمة and purpose then because بسبب of its complex content بسبب مضمونه المعقد and purpose وهدفه the book is not easy to read الكتاب ليس سهلا أن تقرأه يعني الكتاب اللي ألفه ابن خلدون هذا المقدمة مضمونه في تعقيد بالهدف أوكي وبالمحتوى فليس من السهل قراءته however على أي حال it is a well written and well organized إنه مكتوب بشكل جيد ومنظم أيضا reading the مقدمة آخر شيء عم يقول قراءة المقدمة قراءة الكتاب اللي اسمه المقدمة will make you think سيجعلك تفكر and it will change your view of the world وستغير your view نظرتك وجهة نظرك of the world للعالم okay